لو فات معناها دافوا لونسي ليدي لو فات قالت كونكريتمون توا لينا معناها يمكن اربع سوايع ولا خمسه سوايع نحكيو سي لا بروميير ايدي كونكريت سي لا بروميير بروبوزيسيون كونكريت اللي خرجت من هون وشوف كو اون سوا معناها سي تري تري انتيريسون لا و جو سوي موان داكور افيك توا انيس سي ليدي دو دير انا جي بوزوان دو ميدونتيفيي de m'identifier à quelqu'un ou de m'identifier à un mouvement ou de m'identifier à quelque chose. Maintenant, là, on a grandi. Maintenant, on a tawa, كل تونسي. Mais bon, on n'est pas des enfants, d'accord. On a eu le paternalisme de Bourguiba, on a eu le paternalisme de Ben Ali. C'est vrai. Maintenant, ربنا قش علينا معناها ولاد صغار معناها كي تسمع بورقيبه يحكي لك يقول لك هذا كل تونس معناها انا عملته وهو معناها كذب نعرفوها اللي عملوها عملوها الفلاقه اللي عملوها عملوها معناها المواطنين التونسيين مش بورقيبه عمل كل شيء وحده والمعناه والحكايه تعاودت ديبي 87 صحيحه من بعد شتودنا بابا دونك بار فاهمين اون كومبرون معناها لا سيتياسيون تاع البلاد فاهمينها فاهمين اللي نجم لازم نتحركوا ليدي سي با دو تو معناها دو دوني دي لوسون اما ليدي سي دو كونستاتي كو برسمي معناها المواطنه في تونس ولات طبقات علاش علاش معناها ننكر اللي ثم فرق ما بين معناها لطفي وما بين مضخ وما بين جماعه يقول لك انا نساعد بلادي كي نقرا ديجا نساعد بلادي. طبعا نساعد بلادي. الناس معناها ضاربين الحبس، الناس قاعدين يناضلوا معناها مش على حقوقهم بركه. مظفر مش قاعد معناها ما ناضلش جوز على حقه. لطفي ما ناضلش جوز على حقه معناها كلطفي. ما هو ناضلوا على حقوق الناس الكل. اي تو واحد قاعد معناها في كرسي يقول لك انا معناها جو سوي ابوليتيك. اش معناها جو سوي ابوليتيك؟ ابوليتيك معناها خواف. فاهمين فما في البلاد فما معناها طبقات فما شويه دي سيتويان قال لك انا نحب نمارس معناها ما سيتويانتي لطفي قال لك انا نحب نمارس ما سيتويانتي رانيا قالت لك انا نحب نمارس ما سيتويانتي مظفر كيف كيف قال لك انا النظام هذا معناها طيح لي سروين قاعد نمشي معناها نشوف روحي قاعد نكذب على روحي سورتو ما نحبش نشوف روحي في مرايه ما نحبش نشوف روحي في مرايه حتى نحشم روحي باش نعرف روحي فما ناس اخرين جو تخوف بلو انيس هربت ولا فما ديجا قال لك انا جو نو با انكور مونجاجي اي احنا في بيرسا ان توكا اون كونسيدير كو لونجاجمون راهو سي با اون اوبسيون دتر سيتويان سي با اون اوبسيون معناها مش تحب ولا ما تحبش على خاطر كي تدخل السبيطار ولا كي تقري ولادك غراتويتمون ولا كي تشري لهم كلوب وتتبع على خاطر عندك معناها دي ميكانيزم ديت تشري كلوب تو فو بيان بخوندر معناها اما كيفاش معناها تاخذ تو سكو تو بو بخوندر ومن بعد تو ندون غيان اون روتور سي با بوسيبل